ينزل في التشويق، يريد أن يأتي بجديد. وهذه الكرة، وهذه الكرة مرتدة وإمكانية، والأرجنتين في وضعية هجومية، التوزيع على مرتين، ودي ماريا يسدد. كرة جول جول جول، فيها جول فيها جول. مارتين باليرمو، باليرمو يقتل الشعب الأرجنتيني بالسعادة، ودييغو مارادونا على طريقة تتزحلق على الجليد. لا لا مش معقول، سيناريو مجنون. كرة القدم مجنونة، كرة القدم فيها الكثير من الأشياء المذمومة، ولكن كذلك تسعد شعوب وتؤسي شعوب. مارتين باليرمو، مارتين مارتين، وين وين الأرجنتين؟ هذه كرة الدقائق الصعبة، كرة هي الأخطر. منتخب أرجنتيني يعود من بعيد، بقي مؤمن بكل الحظوظ. الكرة يسارية من إنسوع، متابعة دفاعية بيروبية، ولكن في النهاية باليرمو هو الذي يأتي بالانفراج.